علاء الدين السمرقندي عرفته من أبي ومن معلمي الأول، وأنا أعلم طلبة كتابه الذي اسمه تحفة الفقهاء. التكلم عنه يبارك ديواني ويزكيه شيخ أديب علي. ليكن من نصيب الكاي وسوغوت نصيب من علمك. من كان له علم فليتصدق من علمه، هذا ما تعلمناه من رسولنا الكريم. صدقة العلم نشره سيد عثمان، يسعدني ذلك. باي سونغور. سيدي. جاهزوا الأحصنة. أمرك سيدي. بالتوفيق إذن. أستأذنك شيخي. ماذا يحدث مجددا نيكولا؟ يخيم القلق على قلعتك. ماذا سيفعل عثمان برأيك كوسيس؟ يبدو أنك أنت من تفكر بهذا، أخبرني لنرى. لقد دخل قلاعنا وعرف كل شيء يخصنا فيها. الأتراك يأخذون ما يكتشفونه كوسيس. لكن أنت أيضا دخلت قبيلته نيكولا. أنا لا أريد حربا، أنا فقط أريد القوة فقط. لكن عثمان ازدادت قوته بهزيمتي أعدائه واحدا واحدا. لا تفعل نيكولا، الوزير وجيخاتو كانا عدوانا نحن أيضا. قل ما تريد أن تخبرني به بوضوح. التوازن، أريد التوازن كوسيس. لكن عثمان أفسد كل التوازنات. يمكن أن يهاجمنا بأي لحظة. إن لم يكن ما أتذكره خاطئا، فعثمان ذاته سلمني أرمان كايا. ألم أعقد توازنات معك ومع الوزير؟ ثم فجأة أخذتم قلعتي، ألا تذكر؟ لهذا السبب ليس لدي أدنى شك بمن أثق بعد الآن نيكولا، فلا تقلق. لست مدركا للأمر يا كوسيس، وآمل أن لا يكون الوقت قد تأخر كثيرا من أجلك عندما تدرك ذلك. كما قلت لك، سوف نبقى أصدقاء حاليا، لكن هذه الحرب على الباب. أتسمحين لي يا أمي؟ لقد كان كل شيء معك جميلا يا أم طفلي. لماذا انتهت قصتنا يا أمي؟ ترى ما الذي فعلناه؟ بالتأكيد بني، سنجد من فعل هذا بعزيزتنا ماري. إنها بأمانتك، لا تتركوها لوحدها.
قولي كورنيليا، مما أكلت ماري؟ من هذا الطبق هو آخر ما أكلت. السيدة عائشة أعطتني إياه بيديها. قمر العبدال، هذا آخر ما تناولت؟ قل يا كومرال عبدال، قل شيئا، أخرجنا من هذا البئر المظلم. لقد تسممت. سم تأثيره كبير. خبئ الطبق كومرال عبدال، سنريه للسيد عثمان. آه يا ماري الجميلة، من كان يظن نهايتك هكذا؟ من يفرط بامرأة حامل؟ من قام بهذه الوحشية؟ أنا لم يكن لي أحد غيرها، كانت كل شيء بالنسبة لي. سيدة عائشة، هذا الطبق هل أنت أرسلته لها؟ عائشة، لم أفعل هذا يا أمي. لم أفعل هذا، إنها ماري، ماري، ماري الحامل، كيف لي أن أفرط بها؟ كيف لي أن أفرط بطفل لم يولد؟ أقسم بأنني لم أفعل. إن شاء الله، إن شاء الله.